عقب انتهاء هذا اللقاء ماذا قال رئيس نادي الأزرق زينة عقب التتويج ببطولة العصباء الوطنية وكل البطولات الماضية في النسخ خاصة نسخة الدوري الماضية بطولة السوبر كأس رئيس الجمهورية؟ يعني عدد البطولات حصدها نادي تفرق زينة، ماذا كانت ردة فعله رئيس نادي تفرق زينة؟ نشاهد. الحمد لله الحمد لله على هذه النتيجه هذه. ثانيا نفهم منه على ان ناكدوا على ان بالنسبه لنا هون في موريتاني اللي نلعبوا الدور الاول باذن الله تعالى، وعقب ذاك نعودوا عندنا النادي كيف دائما نكرر لكم ونقول لكم يعود يقد يمثلكم، يمثل الموريتانيين كلهم، يمثل فسان واديبو، يمثل تيجيك جاي، يمثل الموريتانيين في الخارج بصفه مشرفه. هذا هو هدفنا وهو اللي نشتغلوا له وهو اللي نتوجه. إذا كانت لكم مشاهدينا الكرام كلمة رئيس نادي تفرق زينة. طبعا نادي البلدي سيشارك في بطولة كأس العرب القادمة، قرر وبشكل رسمي المشاركة في هذه البطولة. نتحول طبعا عقب رئيس نادي تفرق زينة، نعتذر طبعا عن هذا الخطأ الفني الذي ورد منذ قليل مشاهدينا الكرام. إذا بطولة العصبة الوطنية تنتهي بفوز نادي تفرق زينة على نادي الذي فاز على نادي أفسن واديبو وعلى نادي تجك جو ورباعي، يتم اختيارهم من الدوري الموريتاني، يعني الفرق المتصدرة في الترتيب والتي انتهى بها ترتيب فرق الدوري الموريتاني في النسخة المصارمة. الدوري الوطني الموسم القادم سيبدأ إن شاء الله يوم 24 في الشهر الجاري إن شاء الله. يعني دوري هذه السنة قد يكون مغايرا، أو بالأحرى البعض يجزم بأنه سيكون مغاير لنسخة الدوري الماضية والنسخ ما قبل ذلك، نظرا إلى أن نسخة الدوري هذه السنة تمت زيادة بطولة الدوري الموريتاني القيمة المالية من 7 ملايين إلى 17 مليون أوقية، يعني مسافة طويلة جدا. كل نادي سيحصل قبل انطلاق الدوري على 5 ملايين أوقية تسانده وتساعده في السفر والتنقل ما بين المباريات ذهابا وإيابا وما بين بعض من مدن الداخل. يعني كل هذه المعطيات أيضا الفرض على كل فرق الدوري الموريتاني، يعني التقيد ببعض القوانين التي سنها الاتحاد الموريتاني لكرة القدم والتي من شأنها أن يعني أن تساعد في أن تجعل من الدوري الموريتاني يعني أقرب إلى دوري محترفين في قادم الأيام، إذا فعلا هذه الأندية التزمت بهذه الشروط ويعني جسدتها على أرض الواقع. إذا نسخة الدوري الموريتاني القادمة إن شاء الله هي نسخة إثارة، نسخة تشويق، نسخة متعة، كما يتمناه الشارع الرياضي الموريتاني والجمهور الرياضي الموريتاني، الجميع يتمنى أن يشاهد نسخة الدوري القادمة. وأذكركم أيضا مشاهدينا الكرام بأن المنتخب الوطني مرابطون على بعد أيام قليلة من إقامة لقاء ودي ضد منتخب كندا في مدينة مراكش بالمغرب يوم 7 في شهر أكتوبر. هذا اللقاء مهم للغاية للمنتخب الوطني المرابطون، نتمنى دائما الفوز للمنتخب الوطني المرابطون، نتمنى أن نشاهده دائما في بعض اللقاءات الودية مستقبلا من أجل الإبقاء على مكانته، الإبقاء على المكانة التي كسبها نظرا للمنتخب الوطني المرابطون. اليوم يحتل المركز العاشر في التصنيف العربي، يعني المنتخبات العربية المرابطون يحتلون المركز العاشر عربيا والمركز 96 عالميا، يدخل 100 الأولى ويدخل أيضا وبقوة على خط المنتخبات العربية في المركز العاشر. هذا أمر مهم يوكر ويشكر خاصة لكل من سند المنتخب الوطني في السنوات الماضية. فعلا هو خرج من تصفيات بطولة الأفريقية للمحليين، وخرج من تصفيات بطولة الأفريقية للغابون، وخرج من تصفيات كأس العالم، وحتى يعني كل البطولات خرج منها، لكن مهما يكون المنتخب قدم أداء، الشارع الرياضي الموريتاني قدم له الاحترام على هذا الأداء الذي قدمه أمام المنتخبات الكبيرة. من كان يتوقع بأن المرابطون يفوزون على جنوب افريقيا ب3 أهداف مقابل هدف؟ من كان يتوقع بان المرابطون يزعجون الكاميرون، اسود الكاميرون في يواندي، يعني في الكاميرون حتى اخر دقيقه يتمكن المنتخب الكاميروني من الفوز على المنتخب المرابطون. فعلا المنتخب المرابطون تحسن، هو اخفق، هو لم يصل الى ما كان ينوي الوصول اليه. كلنا كنا نمني ان نتمنى ان يصل المنتخب الوطني الى بطوله الامم الافريقيه، نتمنى ان يصل الى بطوله الامم الافريقيه للمحليين او حتى الى كاس العالم، لكن ذاك ما لم يحدث اطلاقا. اذكركم مشاهدينا الكرام بان ضيف حلقه الليله من برنامج مرابطون فوت هو ضيف جزائري، المدرب الجزائري العقبي عبد اللي، وهو مدرب جزائري يحل ضيفا على الدوري الموريتاني. لاول مره نشاهد مدرب جزائري في الدوري الموريتاني يدرب نادي اكاديميه الرياض، النادي الذي عهدناه مع حسن كاميرا، النادي الذي عهدناه يعني
عهدناه بعيدا كل البعد عن الموارد وعن الدعم. يعني كثيرا معانا هذا النادي يدخل دوري درجة ثانية، ينتقل من أولاد لدرجة أولى، يجلب مدرب أجنبي. على أي حال نتحول إلى الدوري الموريتاني. البعض الشارع الرياضي الموريتاني لا يريد إقامة مباريات الدوري الموريتاني عند الساعة الثالثة ظهر، هذا مشحف للاعبين، مشحف للجمهور الرياضي الموريتاني، مشحف حتى للحكام. يعني الجميع ممتعض من إقامة الدوري الموريتاني عند الساعة الثالثة. البعض يعزي هذا الأمر إلى ماذا؟ يعزي للملعب الأولمبي. هنالك مشاكل في الملعب الأولمبي، القائمين على الملعب الأولمبي لم يستطعوا حتى اللحظة تسديد فاتورس الملعب الأولمبي، لذلك اضطر الجميع إلى إقامة مباريات العصبة الوطنية الأخيرة عند الساعة الثالثة ظهرا. لكن ما لا نتمناه في الدوري الموريتاني، والجميع يتمنى أن نشاهد مباراة الدوري الموريتاني دائما جلها ليلا، لنشاهد ماذا قال الناقد الرياضي بتاح ولا فضل حول هذا الموضوع. اما فيما يخص البطوله، هي البطوله التشريطيه البدايه قبل انطلاقه الدوري للانديه اصحاب المراكز الاربعه المتقدمه في الموسم الماضي. التوقيت سيء للغايه جدا ان تبدا البطوله بالفرق الكبار في الساعه الثالثه ظهرا، ثنتين ونصف ظهرا. اعتقد لم تكن محفزه للانديه تقديم اكثر ما عندها. الطقس صيف، الحر شديد جدا، الرطوبه شديده جدا. في النهايه نتمنى لفريق زين التوفيق في مشواره الافريقي والعربي. كما قال احد مشجعين نادي تركجا، هذا الصبر يموت. الى سليمان جالو حارس المنتخب الوطني المرابطون الذي اعلن اعتزاله دوليا وبشكل رسمي مع المنتخب الوطني المرابطون، يلتحق بنادي دز في الاسابيع الماضيه. اتفق سليمان جالو مع نادي دز القادم من دوري درجه ثانيه، لكن سليمان جالو لم يوقع فعلا عقد يربطه بهذا النادي، اتفق معه شفهيا. اداره نادي دز تقول بان سليمان جالو اخذ بعض من قيمه الصفقه. سليمان جالو اليوم يذهب مباشره ويدخل على خط الغواصه البرتغاليه ويمضي عقدا مع النادي البرتغالي أفسن وديبو، وذاك ما لم وصفته إدارة دز بأنه أمر غير مسؤول ولا يليق بحارس مثل سليمان جالو الذي قضى 10 سنوات مع المنتخب الوطني المرابطون، ويجب أن تكون لديه عقلية احتراف أكثر وأكثر. إذا سوق انتقالات الدوري الموريتاني في الآونة الأخيرة شهدت فوضى عارمة. دلاهي أيضا يذهب من تفرق زينة إلى أفسن وديبو بعقد وهو مرتبط مع نادي تفرق زينة بعقد، بعد ذلك يذهب إلى نادي قادش في إسبانيا، يعود ويظهر اسمه مع تشكيلة كورنتان مارتينز وهو ينتمي لنادي تفرق زينة. الأخير يتفق الطرفان على أن دلاهي سيبقى مع أفسن وديبو، لكن في حال تم بيعه للخارج الصفقة يعني نص نص نص، تفرق زينة نص أفسن وديبو. إذن هي فوضى عارمة خاصة في سوق انتقالات اللاعبين الموريتانيين في الآونة الأخيرة. ما سر هذه الفوضى؟ يعود لمن؟ يعود لإدارة النوادي؟ يعود لعقلية اللاعب الموريتاني؟ هذه التساؤلات سنطرحها إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج مرابطون فوت، ونخصص لها حيز ووقت إلى المنتخب الوطني. ذكرته طبعا منذ قليل، المنتخب الوطني سيجري لقاء مع منتخب كندا ودي يوم 7 أكتوبر في مدينة مراكش بالمغرب. نتمنى الفوز للمنتخب الوطني المرابطون، سبق وأن فاز على منتخب كندا بهدف دون رد، ولذلك أيضا المنتخب الوطني المرابطون نتمنى أن يكون حاضر نفسيا ذهنيا بدنيا في هذا اللقاء الذي سيواجه فيه المنتخب الكندي يوم 7 أكتوبر في مدينة مراكش بالمغرب. من المنتخب الوطني المرابطون دعونا بجولة قليلة إلى واد الناقل الذي يبعد 50 كيلومتر من العاصمة نواكشوط. مشاكل شباب واد الناقل ولاعبي واد الناقل الذين يمنون النفس أن يكونوا في دوري درجة ثانية بعد ذلك إلى دوري درجة أولى، لديهم عديد المشاكل ودائما المشكل مطروح، المنشآت الرياضية. لنشاهد عدة مشاكل، منها ما عنده ميزون دجن دعم الشباب، لا عنده ملعب، لا عنده ملعب، ما عنده ملعب، لا عنده دور للشباب، ونوادي مولي ما عنده ترخيص، ونعملوا ديزيم ديفيزيون، تصنف فرق واد الناقة ديزيم ديفيزيون، بينو ليغ ترانز، ليغ ترانز انسان المرة الماضية، وأنا كنت على اتصال مع المندوب الجهوي، قال لي أنتم بوتي نيت كنا راه ندير لكم ديزيم ديفيزيون غير اللي السنة نسيناكم، نسيناكم علاش؟ يا الاتحاديه فيدراسيون دو بال تفتح لنا فرع في واد الناقة، يا فرقنا تعود ديزيم ديفيزيون تلقائيا وتمثلنا ودور الفريق الوطني يعودوا فيهم، هم نجوم هم مواهب تقدر انها تعود في الفريق الوطني، وكذلك الاشبال هنا اشبال متحمل يقدوا يمثلونا في الانديه الدوليه مع كاع موريتان
أمن كبير بالشباب والشكرا. الشباب في مقاطعة وادي الناقة شباب ناضج ومارس الرياضة بأشكالها لا يخصه إلا الدعم والتشجيع، لكن لا توجد دار للشباب في مقاطعة وادي الناقة، الشيء الذي يحتاج له. لا يوجد دعم حقيقي للأندية الموجودة في مقاطعة وادي الناقة، لا يوجد تشجيع للفرق الموجودة في مقاطعة وادي الناقة. كل أمور جهود ذاتية من أشخاص، نرجو من وزارة الشباب والرياضة أن تأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار، خصوصا إذا أرادت شباب رياضي لا أقول من نوع الراقي، لكن أقول من أناس يحبون الرياضة، لكن ينقصها الكثير وأمامها الكثير من العوائق. على الأقل وادي الناقة يعاني من أهم شيء يعاني منه، هو عدم وجود ملعب رياضي يستحق المشاهدة ويستحق نقل تلفزيون إلى غير ذلك. نود من السلطات المعنية والمعنيين أن يحاولوا إيجاد حل سريع لملعب وادي الناقة حتى يكون كسائره من البلدان وكسائره من الولايات متطلعا على كل الجهود، وبإمكانه أن يحتضن أفضل البطولات على مستوى الوطن وعلى مستوى البلدان الأخرى. هذه من أهم المتطلبات. أضيف إلى ذلك أن هنالك مواهب كروية وإبداعات فنية في شتى المجالات الثقافية والرياضية وإلى غير ذلك من الأمور كما تحدث عنها الكثيرون مقتولة جدا، ليست لديها أبدعت كلمات. مرة أخرى أقول أن وادي الناقة بإمكانها أن تكون كسائر المقاطعات وكسائر الولايات وأن تواجه جميع المشاكل التي تعاني منها، لكن العوائق لا زالت أمامها. نود إيجاد حل سريع لهذه العوائق، وشكرا جزيلا. شاكر قناة المرابطون على العدل. نحن ندور نتكلم عن واقع، نهو واقع تركس وادي الناقة. إن شاء الله فينا مواهب نزالة يا قير، ما هم مقدرين، خاصة إن ترهات وخاصة ياسر المشي. نحن لا هم اللي في قرية إن قال يجين هون قريب 5 كيلوات من وادي الناقة، فينا مواهب ما شاء الله ينجون يظهروا يا قير. ما عالم بينك أحد، ولأننا مقدرين، لكن مقدرين يجورنا في الأكاديمية والله يبنون استاد هون، والله يجورنا فرع في وادي الناقة، والله بيعدونا إيش. نحن ما عالم بين أحد، لا هو ننزل كل شيء، ننزل الخلو. إذا نتمنى يعني أن تستجيب مطالب شباب وادي الناقة دائما في وادي الناقة. يرشاد. نتكلم عن الشباب في مقاطعة وادي الناقة والرياضة بصفة خاصة. نادي الأمل الرياضي تأسس منذ سنتين، وتأسس لأقراض دعم الشباب بصفة مطلقة. وتأسس من مجموعة لا تنتمي يعني لأحزاب ولا لمجموعات، كلها في يعني في توجه سياسي معين. فينا المعارضة وفينا الموالاة وفينا، لأن رأينا أن الشباب في مقاطعة وادي الناقة عانى الكثير وبدأ يعاني الكثير في المرحلة الأخيرة، بدل من المقاطعات الأخرى شهدت يعني نوع من رعاية الشباب والوقوف مع الشباب. في وادي الناقة شهد المضايقات والظلم ويعني لم يجد من يقف معه، لا من رجال أعمال ولا من منتخبين ولا من أطر ولا من سياسيين كبار. وتأسس النادي لخدمة أبناء هذه المقاطعة. ذاك باد وادي الناقة، ذاك باد سياسيين الأطر رجال أعمال، دعم الرياضة بالنسبة لهم ما هو خالق. هم الغريب عن واحد من بعدين يبيع لاعب واحد دوري تفقدنا. على أي حال نتحول مباشرة إلى ضيف حلقة برنامج مرابطون فوت الليلة، وهو المدرب الجزائري العقبي عبد اللي، وهو مدرب أكاديمية الحسن كمارا الجديد على الدوري الموريتاني. لكن لنشاهد ماذا قال رئيس نادي أكاديمية الرياض الذي يقف خلف هذا النادي، بعد ذلك إلى الضيف مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أنا في البداية بعد قاعد نهنأ قطعة الرياض بصفة عامة و فريق الاجير اس دي بصفه خاصه للتاهل هذا الموسم والمشاركه فيه، المشاركه في البطوله. تعاقد مع هذا المدرب اليوم لا ياتي في اطار، يجي في اطار حرصنا ان شاء الله على المشاركه القويه في الموسم ان شاء الله، وحضور وبروز هذا الفريق المعروف الحمد لله بتاريخه وتاريخ المدرسة والأكاديمية العريقة في المقاطعة. إن شاء الله يعود، إن شاء الله يعود ذاك إن شاء الله بشرات نجاحنا. أكاديمية الحسن كمان معروفة دائما بنقص الموارد والدعم، من ركانها
الدوري النسخة القادمة لا تعود يعني ما كانت عند هذه الإشكالية مطروحة من خلال الدعم لهذا النادي اللي وصل دوري درجة أولى. طبعا حسن كمارا هون عنده شكر خاص بعد ذا، الأكاديمية من دونه ما هي موجودة، مع لأنه موجود هو المدير التقني بالأكاديمية، وهذا المدرب يشتغل تحت عمرته. الحمد لله إن شاء الله يعود تعاونهم لي إن شاء الله. مدرب مقبول استقال فيها لأنه قد يعود يوصلنا الأهداف اللي نطمحولها للدوري، لأنه الحمد لله مدرب معروف تاريخه، قدم ياسر الأندية في العالم خصوصا في العالم العربي، وإن شاء الله تعود نيتنا وأملنا فيه إن شاء الله يتحقق. إذا عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، ضيف حلقة البرنامج مرابطون فوت هو المدرب الجزائري الجديد على الدوري الموريتاني، وهو العقبي عبد اللي، مدرب أكاديمية الرياض. أهلا بك العقبي عبد اللي في برنامج مرابطون فوت. شكرا لك على الأخ، وفي البداية أنا أوجه تحياتي الخالصة إلى قناة المرابطون، وشكرا على الاستضافة. الله يخليك. طيب الجمهور الرياضي يسأل الطريقة التي أتى بها يعني مدرب جزائري للدوري الموريتاني، يعني شنو السر؟ أنا في الحقيقة منذ مدة وأنا كنت مهتم وتابع الكرة الموريتانية، وعندي قناعات أن المواهب موجودة والمادة الخام موجودة، وبحكم أنني أنا مدرب قلت ليش ما نروحش ندير تجربة في موريتانيا. في موريتانيا بحكم أنها أولا دولة صديقة ودولة شقيقة ودولة مجاورة، ليش ما مثلا انا في ليش ما نروحش نمد خدمات للشباب الموريتاني. وعندي القناعات الشخصية ان اللاعب الموريتاني عنده موهبة كثيرة، وانا قلت كنت نتبع كثير. سنتحدث عن اللاعب الموريتاني وحتى المنتخب الوطني والدوري الموريتاني، كل هذه الامور ان شاء الله ساحاول ان اناقشها معك، لكن ما هي القنوات التي يعني قنوات الاتصال ما بينك وما بين موريتانيا بالضبط التي اوصلتك الى اكاديمية الحسن كمارا بالذات؟ هو النت تواصل الاجتماعي كذلك، هو اهم شيء. هم حاليا الفيسبوك وتويتر وواتساب، وهم اللي يعرفوني بالكره الموريتانيه. لكن في المده الاخيره النتائج اللي حققها المرابطون، وخاصه في المباراه الاخيره ضد جنوب افريقيا وضد الكاميرون، ان في اللاعب الموريتاني تنقصه شيء واحد بس، عنده كل موجوده وكل شيء موجوده الا الملاعب. لو توجد الملاعب، انت تحدثت قلت ان حاليا ان المرابطون يحتلوا المرتبه العاشره عربيا. انا اقول لك لو يمكن ملاعب في في في, في المرابطون يحتلوا المرتبه الرابعه او الخامسه. نتمنى بجهات معنية أن تستمع إلى هذا الكلام، يعني الجميع في موريتانيا فعلا يطلب ودائما يركز على ضرورة وجود المنشآت الرياضية في موريتانيا نظرا. طيب اللاعب الموريتاني بالنسبة لك، اللاعب الموريتاني يعني شو فهمت فيه من خلال المنتخب الوطني، من خلال مشاهدتك لبعض من لقاءات المنتخب الوطني خاصة في تصفيات البطولات الفريقية، شاهدت يعني على البلد شو يحتاج في نظرك؟ هو الشاب بصفة عامة، شاب بصفة عامة، انه حاليا في الوقت الحاضر ما فيش شاب في العالم ما يهوى كرة القدم، ما فيه مثلا شاب في في في, في العالم ما يعرف البارسا وما يعرف ريال مدريد. بعدين الشباب تأثروا بالكرة القدم وعادوا اكل يريدون يصبحون نجوم، وعلى هذا الاساس انها حاليا كان يوجد نهضة في مجال كرة القدم هنا في 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 في, في موريتانيا، ينقصها جانب واحد بس هو الملاعب، منشآت رياضية، لأن في الكرة في كرة القدم هناك عوامل تاع النجاح، وعوامل النجاح هي كثيرة. من بين عوامل النجاح لابد الرجل هو الأول، بعدين الأموال، بعدين المنشآت الرياضية، بعدين المدربين المؤهلين، صحيح. بعدين صحافة، بعدين حكام ممتازين، بعدين أنا يعني كل مستلزمات يجب أن تكون موجودة. هذا ما يسموه عوامل النجاح. هو كذلك. طيب الجمهور الرياضي على الصفحة حينما طرحنا يعني بأن ضيف حلقة ليلة برنامج مرابطون فوت هو مدرب جزائري قادم للدوري الموريتاني، البعض يسأل يعني هل لديك ألقاب؟ ما الأندية التي دربتها؟ يعني ما الدوريات؟ يعني ورقة تعريفية يا بي. أنا عبد الضعيف، أنا جزائري، خرج معهد عالي لعلوم وتكنولوجية الرياضة بعد البكالوريا 5 سنوات تدريب كرة القدم.
كنت حارس مرمى، بديت مشواري رياضي كحارب كمدرب حراس كمدرب مساعد بعدين كمدرب رئيسي، اشتغلت العديد في النوادي في الجزائر، بعدين سافرت الى الجماهيريه لوقت الجماهيريه اسمها الجماهيريه الليبيه، كان لي الفرصه دربت 2 نوادي في الدرجه الاولى مثلا، دربت هلال بنغازي ودربت النصر النصر الليبي، هما 2 نوادي موجوده في موجودين حققت, حققت معهم شيء والله. كنت في الدوري الاول، كنا دائما نكونوا في المرتبه الرابعه المرتبه الخامسه، بعدين شاء القدر ذهبت للعربيه السعوديه، وكنت جلست مده كبيره في العربيه السعوديه، دربت سبع نوادي من ابرزهم هو نادي وجد للطائف، انا هو يلعب حاليا في الدوري المحترف الاول في السعوديه. تدربوا يعني هاي السنين التي قضيتها في 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 في, في, في السعوديه كنت تدرب درجه ثانيه ودرجه اولى؟ كنت درب كل في الدرجه الاولى الثانيه، لكن الفريق اللي كنت فيه حاليا انا هو في الدرجه الاولى. يعني انت تركته في درجه ثانيه بعد ذلك تاهله الى بعدين انا تركت المساعد اللي كان معايا هو اللي عاد اهلهم الى درجه تركت اللي. الفريق في كم يعني مرة تركت الفريق في الجوله 4-13 وكانوا متصدرين في الدوري الثاني، متصدرين الدوري الثاني كانوا متصدرين. طيب اذا قررت القدوم الى الدوري الموريتاني من خلال مشاهدتك طبعا للكره الموريتانيه، يعني شهدت تطورا ملحوظا في السنتين الماضيتين خاصه على مستوى المنتخبات الوطنيه، لكن الدوري له هو الآخر عقليته، يعني ما لا تعرف عن الدوري الموريتاني مقبل على دوري لا تعرف عنه شيء؟ أنا أقول قبل كل شيء أنا مدرب عندي المعلومات الأولية اللي عندي أن اللاعب الموريتاني من ناحية تقنية يعرف يلعب كرة قدم. بعدين أنا ما عندي مشكلة، إذا اللاعب عنده قدرات أنه يلعب كرة القدم ما عندي مشكلة، لكن ممكن شيء الفرق هنا في موريتانيا، ممكن كان 2 فرق 3 فرق اللي عندهم إمكانيات كثيرة جالبين مثلا ممكن أحسن لاعبين في الدوري الموريتاني، بعدين فرق كل متساوية ما أشوف أنا بالله راه كاين فرق كبير بالله. نعطيك أنا معلومة مجانية، خذها معك برامج مرابط، فرق لاعبي دوري درجة ثانية يعني بالتساوي مع لاعبي درجة أولى، هذه أقولها أنا كمتابع، يوجد في دوري درجة ثانية من اللاعبين الذين إذا وجدوا فرصة في دوري درجة أولى بالإمكان يلتحقوا بالمنتخب الوطني الأول، لكنهم ما زالوا معزولين في دوري درجة ثانية. أنا أعرف ذلك، وهذا قناعتي ليش جيت الدوري الموريتاني. نفس الشيء بالنسبة للسعودية، لاعبين حواري يمكن بعد 3 أشهر يلعب في الهلال او يدخل المنتخب الاول تاع السعودي، عندي قناعه ممكن هنا ففرق تاع الدرجه الثانيه بعد سنتين من تكوين انهم يصبحون هم المنتخب المرابطون او يلعبون في اكبر نوادي خارج موريتانيا. طيب فيما يخص نادي الحسن كاكاديميه الحسن كمرة، العقد مده العقد يعني يمكن ندخل في يعني شرح للمشاهد فقط للعقد الذي يربطك بهذا النادي، يعني سنه سنتين طريق، يعني هل كنت راضي؟ انا في الاول كنت تحدثت كثير مع كمارا نفسه قد لان انا اعتبر ان النادي هذا مصنع كمارا نفسه قد عنده كل معلومات وبارك الله فيه على المجهود اللي قام به. بعدين انا ايش عجبني في النادي؟ عجبني المشروع تاع النادي، عجبني المشروع تاع النادي، عندهم طموح كثير، وخاصه الرئيس ابراهيم عنده طموح كثير كبير. بعدين انا اليوم اتفقت معهم، تكلمنا على موسم قابل للتجديد موسم رياضي قابل للتجديد، وبحول الله غدا هي اول حصه تدريبيه. وانا بالمناسبه انا يشرفني ان القناه تاع المرابطون تكون حاضره وتسجل بعض الحصص من التدريبيه اللي انا اقوم بها ان شاء الله. طيب انا هنا اذكر مشاهدينا الكرام بان اكاديميه الحسن كمرة تم دعمها اخيرا من طرف بعض من رجال الاعمال، البعض يسال يعني الحسن كمرة نحن دائما كان حاضرا معنا في برنامج مرابطون وفوت، هدفنا دائما مثل حسن كمرة ومثله كثر في مدن الداخل يحتاجون فقط للدعم، يحتاجون للموارد، يحتاجون لمن يقف خلفهم. اذا الحسن كمرة اليوم ولله الحمد في دوري درجه اولى، الحسن كمرة القادم من بعيد جدا، والصور التي عرض لكم دائما عن أكاديمية الحسن الكاميرا والظروف التي يعيشون بها والظروف التي يتدربون بها والحصص التدريبية، اليوم هذه الأكاديمية تتجسد على أرض الواقع وتدخل دوري درجة أولى ومدرب جزائري، إذا ستكون أنت المدرب الثاني عربي في الدوري الموريتاني، سيكون هنالك يعني صراع عربي في الدوري الموريتاني، لا تعتقد ذلك؟
لا اظن انه يكون صراع، لكن انه صراع مدربين ان شاء الله يكون فائده للكره الموريتانيه. طيب الانديه الموريتانيه خلال تستمعهم في الشارع الرياضي الايام القليله اللي قضيت هناك، تعملك تقريبا ما لك ثلاثة ايام لا اكثر ولا اقل، تسمع الكلام عن الانديه، ايش تعرف الانديه الموريتانيه؟ انا تقريبا اعرف كل الاسماء تاع الانديه الموريتانيه، اسمع اعرف فريق افسي تفرغزينا، اعرف افسي نواديبو، اعرف فريق الكونكورد، اعرف فريق تاع الانظمه سواء شرطه او حرس او جيش، اعرف فريق زمزم، اعرف تقريبا اعرف فريق توجنين تقريبا اعرف كل اعرف فريق اللي كان قديم وعنده تاريخ، الفريق فريق الخسر. وانا عندي معلومات على الانديه هل تتاقلم مع الدوري الموريتاني من خلال تاريخك مع الانديه العربيه سواء الدوري الليبي او الدوري السعودي؟ هل لديك سرعه تاقلم مع الدوريات؟ انا مخضرم، انا عندي حوالي اكثر من 35 سنه في كره القدم، ومستقبلي ورائي وليس امامي. لا اريد ان نادي يدير لي اسم، انا اريد نادي انا الذي اصنعه له الاسم وانا الذي جيت من اجل هذا الشغل هذا. انا اريد اصنع نادي وليس نادي يصنع اسمي، لان انا مستقبلي ورائي وليس امامي. واتمنى ان نكون عند حسن ظن من اللي دار فيا ثقه، واعطي اضافه الى فريق اكاديميه الرياض، أكاديمية الرياض في دوري درجة أولى. طيب ستتدرب دائما في الملعب الأولمبي، هكذا قالت لك إدارة النادي؟ أنا في أثناء النقاش كان جدل كثير ما بكيف كيف طريقة طريقة العمل. أنا اشترطت عليهم على الأقل 3 حصص في ملعب محترم، لأن كان بعض لأن هي تلعب في ملعب محترم، لابد أنها تتدرب في ملعب محترم، لأن اللاعب إيش هو؟ إنتاج تدريبه. فإن تدرب بطريقة تقليدية، بطريقة روتينية، بطريقة قديمة، فسوف ننتج لاعب يلعب بطريقة تقليدية بطريقة قديمة. أما إذا تدرب في أماكن صحيحة، يتدرب بطريقة صحيحة، فإن سوف ننتج لاعب يلعب بطريقة صحيحة. على هذا الأساس اشترط لهم على الأقل 3 حصص في الأسبوع في ملعب محترم. طيب بعض من طبعا من الأخبار يعني الخاصة بخاصة بوسائل الإعلام تقول بأن يعني القناة التي أوصلتك للدوري الموريتاني ثم أوصلتك إلى أكاديمية الحسن كمرة هو يعني دية، يعني هو الذي يعني كان لديك كان لديه اتصال معك من خلال فيسبوك، يعني انت تسال عن الدوري الموريتاني، تسال عن فرق الدوري الموريتاني، يعني هو النائب الحالي لرئيس اكاديميه الحسن كمره، يعني هو الذي اوصلك، هل هذه المعلومه؟ نعم صحيح، هو احمد الدية هو اللي كان واسطه بيناتنا، واعتبره هو المستشار حقي حاليا، وهو اللي قربني للفريق هذا، وتعاقدت مع الفريق هذا بناء على العلاقه اللي كانت بين احمد دية ونادي وفريق هذا تاع اللي يترأسه ابراهيم. اداره النادي حتى اللحظه رغم الايام القليله راضي عليها من خلال الاجراءات التي اتخذتها معك؟ لو انا جيت من اجل هدف، الهدف هو ان على الاقل في الاسبوع اجري 4-5 تدريبات في الاسبوع، بعدين الوقت هو اللي يخليني سوف انا اكون مبسوط ولا اكون غير 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 تنتظر اذا تنتظر قادم الايام. نعم، لكن انا الشيء في الاول انا متفائل. ليش؟ بسبب واحد، انني عندي قناعه بان الشاب الموريتاني يعرف يلعب الكره. تنقصوا بعض الامور التنظيميه، تنقصوا بعض التوجيهات، انه الشاب كما باقي شباب، كل الشباب العالم يعرف يلعب الكره، ليش الشاب الموريتاني ما يعرف يلعب الكره؟ هو جزء لا يتجزا من 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 العالم هذا، هو يتاثر كما يتاثر كل العالم، كل الشعب الموريتاني. ما في شاب موريتاني ما يعرف البرسا، ما يعرف ريال مدريد، ما يعرف الانتر ميلان، ما يعرف تشيلسي، الكل يعرف. وانا متاكد بحول الله سوف تكون نهضة في الكرة الموريتانية في السنوات الأخيرة، وخاصة إذا كان اعتناء بمنشآت رياضية. منشآت رياضية يعني هي المباراة الأولى لك في الدوري الموريتاني أعتقد أمام الشرطة، هل تعرف
نعم نعم انا عارف العب يوم 25 ضد فريق مسمى الشرطه، لكن انا لكل معطيات اللي في بحوزتي انا عندي 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 مساعدين، عندي كمارة اللي يعرف لا يعرف، وانا حاليا عندي معلومات كثيره. انا ولو كنت في الجزائر لعبهم مباراه وديه ضد الفريق الفريق باتا على اف سي نواديبو، يمكن ممكن اني تسالت انا سالت ممكن عشرات الاشخاص اعطوني حوصله على على ما جرى في 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 المباراه. وانا حاليا لحد الان استشير كمارة في كل صغيره، وخاصه من جانب اللاعبين الى اخره كلش. وانا ليس متخوف، انا رجل ما انا عندي طموح، عندي طموح، انا جاي من بلد اسمه محاربين صحراء، لا نخشى لا نخشى، والكره انها في الميدان وليس في شيء 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 شي اخر، وبحول الله فريق انت ستترك اسمك في الدوري الموريتاني مستقبلا كل شيء ما من خلال انجاز يعني ربما. هل بالامكان ان نقول بان هذا المدرب الجزائري الجديد لنادي اكاديميه الحسن كمراء قد يتوج ببطوله الدوري الموريتاني في النسخه القادمه ان حدث ذلك؟ انا نامل بلا راه، العمل لابد 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 فيه مراحل. نقول لك ما نقدر نقول لك يمكن جدا لو تسالني بعد 3 أشهر نجاوبك على 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 السؤال هذا، لانني انا في وقت الحاضر لابد انا اعرف فريقي، في اولا اعرف فريقي في كل حصه ندربها، انني اعرف فريقي في الحصه الثانيه في الحصه الثالثه. انا كره القدم فيها مبادئ كنت اقول قدم قبل كل بطوله لابد من مرحله تحضير. المرحله التحضير على الاقل من ناحيه منهجيه لابد تكون بين 6 إلى 8 أسابيع. ليش يديروها؟ باش ان الفريق يلعب مباريات كثيره، ان المدرب يعرف اللاعبين كويسين، يعرف ما هي الطرق تاع المنهجيات اللي يشوف الاستراتيجيات اللي يضعها مستقبلا مع الفريق فريق نتاعو. انا جيت جديد، سوف اعرف فريق نتاعي بال. نتمنى ان تتعرف على فريقك ان شاء الله، ونتمنى ان نشاهدك في الدوري الموريتاني كرقم صعب. ماذا تعرف عن مدربي الدوري المحلي؟ هل تعرف عنهم شيء؟ بعض من مدربي الدوري الموريتاني؟ نعم، انا ممكن اعرف، كنت اعرف واحد الشخص كان في لاديتيان، كان في موريتانيا اسمه فاليلي، لا اسمه كافك عارف كذلك. ثاني في نفس الوقت انا ليس بعيد على المديريه الفنيه الوطنيه الجزائريه، وعندي اصدقاء كل اللي في ال 30 سنه الماضيه كل اللي مسكوا المنتخبات الجزائريه فانهم اصدقاء نتاعي، وكانت عندهم علاقه هما بالمنتخبات الموريتانيه، وكنت مع بعض الاحيان عندي صداقه. نتمنى ان تتواصل تلك الصداقه. سؤال اخير، ماذا تنصح به المنتخب الوطني المرابطون، او ما هي الكلمه التي تصف بها المنتخب الوطني المرابطون في الظرفيه الراهنه؟ هل هو منتخب تطور ام منتخب ما زال بعيد عن التطور؟ انا في الجانب هذا انا اطلب من كل فريق موريتاني وفيه لاعب مميز يتطلب انه يخرج للخارج، لابد ما يبقوا هنا، لان الوسائل تاع التطوير هنا ليس كثيره. واحسن دليل احنا في بلدنا حاليا نعود نصدروا اللاعبين في الخارج. ليش؟ لسبب لانه كاين كل ظروف المهيئه، لان قلت لك عوامل نجاح كره القدم هي حوالي 18 عامل، تلقى ان العوامل هذيك مثلا في موريتانيا موجوده 7 أو 8 عوامل، فانك ما تنتج لاعبين قويين. على الاساس اي لاعب اللي عنده قدره باش انه يلعب في افسن وديبو او يلعب في تفرق زينه وعنده القدره انه يحترف ويروح لبرا، من صالح الكره الموريتانيه انه مستقبلا تعود عليه بالنفع حينما تخرج عديد اللاعبين الاخرين، يلعب في نادي بالنفع على الدوري الموريتاني وحتى على المنتخبات الوطنيه الى الدوري المحترف. طيب الله، شكرا لك المدرب الجزائري العقبي عبد اللي مدرب اكاديميه الرياض في الدوري نسخه الدوري القادمه. نتمنى لك التوفيق في محطاتك القادمه في الدوري الموريتاني، وان يعلو سهمك في قادم ايامك ان شاء الله. بارك الله فيك وشكرا على الاستضافه، واتمنى ان مره اخرى نلتقي بعد 2 أو 3 شهور ونكون انا بصانع فريق ان شاء الله، تكون متصدر للدوري الموريتاني بحول الله. نتمنى ذلك. اذا المشاهدين الكرام، لم يتبقى لنا الا ان نشاهد لقطه برنامج مرابطون فوتو الاسبوعيه خاصه بالملاعب الموريتانيه بعد انتهاء الامطار الاخيره، لنشاهد هذا المشهد.
كرام ريثما مشاهدينا الكرام، ريثما تكون لقطة أسبوع برنامج مرابطون فوت جاهزة. نعتذر عن هذا الخطأ الفني، ريثما تكون لقطة برنامج مرابطون فوت جاهزة وهي الخاصة بالملاعب الموريتانية عقب انتهاء الأمطار الأخيرة. ملعب يعني بعض من الملاعب في العاصمة نواكشوط وعلى رأسها الملعب الأولمبي الذي غمرته المياه خارج يعني من الخارج وحتى من الداخل. هذه لقطة برنامج مرابطون فوت ريثما تكون جاهزة، بعد لحظات سنقوم بعرضها لكم إن شاء الله في برنامج مرابطون فوت. لنشاهد لقطة أسبوع برنامج مرابطون فوت. حالا ملعب قدام المي، ملعب استاذ قدام المي. إذا حال يرخى له تعيشه المنشآت الرياضية الموريتانية. لنلقاكم مشاهدينا الكرام في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج مرابطون فوت، في أمان الله.